دي رولة أو يد رولة نوعها سويدش كومباني، مش عارف من أنهي ميد إن إيجيبت، أي ميد إن إيجيبت سويدش كومباني، الشركة اسمها نشوف مع بعض كده، اسمها آدم أو أدهم، آدم للصناعات الكيماوية والإيه؟ مش عارف. المهم دي بستعملها بقالي شهر زي ما انتوا شايفين كده، صدت تماما بقالها شهر. يعني لو اقول لكم انها بتطلع صدى لما بدهن بيها اي حاجه مش هتصدقوا. ده المنظر، شهر بقت بالمنظر ده. انا ما كنتش مقتنع ان شركه زي توتال او توتال تعمل كل حاجه وتطلع حاجات كويسه، هم عندهم حاجات كويسه كتير، لكن اتفاجئت دي بقالها شهر برضو وبستعملها بطريقة مش معقولة. اهي توتال بستعملها يعني بكتر، زي ما انتوا شايفين صباعي وفي لسه شوية بوية زرقاء على ابيض على كلام من ده. المهم ده الحديد بتاعها بيلمع وزي الفل ومطلي كويس جدا، مفيش في أي حاجة خالص خالص، زي ما انتوا شايفين بيلمع، ده عكس الضوء اللي انتوا شايفينه ده. ده إثبات عملي إن حاجة توتال كويسة. الأجمل بقى إن دي أرخص من دي، إيه رأيكم في المفاجأة دي؟ بجد شكرا توتال، حاجاتكم حلوة.